أكرم بأصحاب النبي محمد ظلوا قرونا في العلا أقمارا نالوا بحفظ. حكايات الألقاب. لقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألقابا، الصديق والفاروق والشهيد الحي وظليل الملائكة وسفينة وترجمان الرسول وحبر الأمة وسيد الشهداء وسيف الله المسلول وداهية العرب أرطبون العرب. لقب النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض أصحابه، ولكل لقب حكاية. هذا البرنامج سيقف مع حكاية كل لقب من هذه الألقاب، ونعيش أسعد دقائق في أعمارنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيكم في هذه الأوقات